السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة دلل عقلك. رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله، ينعاد عليكم بالصحة والعافية. اليوم راح نحكي على أغرب 10 معلومات. عام 1980 قامت ممرضات في مستشفى بلوس فيغاس بالمراهنة على من سيموت اليوم من المرضى. في النهاية اكتشفوا أن إحداهن كانت تقتلهم لتفوز بالمال. عندما يتغير وقت نومك لا تستطيع إعادته كما كان، فقم بالصيام 16 ساعة، فذلك يعيد تهيئة الساعة البيولوجية كما كانت، ومفيدة جدا لطرد الإرهاق. رقم 5، ينطق باللغة التايلندية ها. عندما يضحك التايلندي في برنامج التواصل الاجتماعي فإنه يعبر عن ضحكته كتابيا ها 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 ها, ها بالرقم 5. إذا قمت بمضغ ورقة الخس فإنه من المرجح أنك ستفقد سعرات حرارية في عملية المضغ أكثر من تلك التي اكتسبتها من ورق الخس تلك. الكرسي في مطاعم الوجبات السريعة مصمم لتكون غير مريحة بشكل متعمد لكي تتناول طعامك وتغادر في أسرع وقت. ذات مرة قال أينشتاين: لا أعرف السلاح الذي يستخدمه الإنسان في الحرب العالمية الثالثة، ولكن سيستخدم العصا والحجر في الحرب العالمية الرابعة. خلال الحرب العالمية الأولى قام الجيش الأمريكي بترقية كلب إلى رتبة رقيب لأنه تمكن من القبض على جاسوس روسي. غريم آرفان خبير صحي أمريكي كان يعطي نصائح لتلافي أزمات القلبية. قال مرة: سأعيش إلى عمر 100 عام. فمات بسكتة قلبية على الهواء مباشرة بعمر 72. إذا كنت مصابا بالحزن والكآبة فكل موزة وانتظر النتيجة، فقد ثبت أن الموزة يحسن المزاج خلال مدة قصيرة وبشكل فعال. دراسة توصلت إلى أن رائحة المطر تخفف من التوتر. لا تنسى لايك سبسكرايب وتعليقك الجميل. كان معكم عبد الله الراوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا بكم في